مصيبه تحصل في البلد تبقى الحكومه مسؤوله عنها؟ يا استاذه هبه انا عاوز اسالك، الحكومه هي اللي قالت للناس دي تركب مراكب هلكانة عشان تغرق في البحر؟ دول ناس خرجوا من البلاد بطريقه غير شرعيه وبعيدا عن المنافذ الشرعيه، دي بحد ذاتها جريمه يعاقب عليها القانون. يا فندم في مثل بيقول اللي رماك على المر قال اللي امر منه، البطاله والاهمال والمحسوبيه نفس الظروف اللي افرزت التطرف الديني قبل كده. لا 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 يا فندم، في ناس غرقوا في البحر ولا لا؟ في ناس غرقوا. ايوه طيب. بس السؤال هو غرقوا ليه؟ مش عارف ايه ده كريم، الموزه بتاعتي بتتفرج على نفسها. وتصحيت اول ما حسيت انك مش جنبي صحيت على طول. انت لسه حاجه كابوس يا ساتر، تليكي بس متوتره شويه. بس انا بقى خليكي زي الفل. لكن عندي هنا بقى كلهم عايزين يبقوا مديرين عمارة. طيب يا ست الوزير تسمح لنا بقى ناخد شويه اتصالات؟ اتفضل. معانا ممدوح من بني سويف، اتفضل يا ممدوح. يا استاذ هيثم انا عاوز سياده الوزير يفيق الناس بالكلام اللي بيقول. انت عارف ان المصيبه كبيره. احنا مش عاوزين نشتغل مديرين عموم، عاوزين الشغلانه تحفظ لنا كرامتنا والدخل بتاعنا يكفي يجيب فيها لقمه عيش. انا ما زلت عند رايي. شوفي الكسل والطمع والجشع وعدم الرضا هم دول المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية. سيادة الوزير في مثل بيقول مفيش قط بيهرب من الفرح. يا أستاذة هبة احنا ما عندناش قطة، احنا عندنا بني آدمين وكلاب كمان يا فندم. الرئيس بيقرا مقالتك دايما ومبسوط جدا من الموضوعيه بتاعتك. ده شرف كبير يا فندم. انا عموما بكتب اللي انا مقتنع بيه وبس. اكيد وصل الكلام انه في تغيير في القيادات الصحفيه الايام دي. والله يا فندم احنا بنسمع وبصراحه سمعنا كتير قوي، بس يعني شوف التوقيت مهم في كل حاجه. وبعدين تعيين قياده صحفيه جديده حاجة مش سهلة. طبعا يا فندم. وليه اعتبارات كبيرة أوي. وأنت إزيك؟ أنا تمام الحمد لله. والمدام إزيها؟ بخير يا فندم. أنت إيه رأيك في البرنامج اللي هي بتعمله على محطة قناة الشمس؟ وبصراحة البرنامج مش قد كده. يعني بتشوفه؟ أحيانا. وبتقول إيه للمدام بقى بعد ما تشوف الحلقة؟ بجاملها أحيانا. بتجاملها؟ بس في العموم بقول لها على الملاحظات السلبية الكتيرة قوي اللي موجودة في البرنامج ده. هتقول لها على ايه ولا ايه؟ البرنامج كله سلبيات. وين حقيقي؟ هي مش عارفة صاحب المحطة ده مين ورا؟ شكلي كده اروح البيت اطلقها، رغم اني بحبها قوي. لا لا لا، احنا مش عايزينك تطلقها ولا حاجة. احنا عايزينك تهديها شوية. بدل ما يهيج علينا. انا جاي ابشرك بشرى خير ان شاء الله. انا شفت لك رؤيه عظيمه. انا صليت الفجر يا جماعه في المسجد ورجعت البيت وعيني غفلت الرؤيه يا استاذ كريم انك بقيت رئيس تحرير الجورنال. يسمح منك ربنا يا سيدي. بعد اذنك يا قمر هروح اعمل حاجه وراجع على طول. واقف ليه يا استاذ مصطفى؟ اتفضل ارتاح. اهو كده يا راجل. اللي قول لي، هي الرؤيه كانت عباره عن رئيس تحرير بس ولا رئيس مجلس اداره كمان؟ يا جماعه دي احلام، مجرد احلام.
مش كده يا استاذ فهيم؟ ازيك يا انجي؟ صباح الخير يا احمد بيه. صباح الخير يا كريم. كريم وحياتك افتح لها ستاير خلي نور ربنا يدخل. صحيح مبروك. على ايه يا احمد بيه؟ سمعت انك بقيت رئيس تحرير في الحلم. زميل حلم احلام يا احمد بيه. بس انت فرحت بالحلم ده مش كده؟ دي خزعبلات يا احمد بيه. هو في احلام بتتحقق الايام دي؟ على كل حال بخلي اللي احلم لك الحلم ده ينفعك. لازم تعرف يا ابني ان انا اللي برشح مين اللي هيقعد على الكرسي ده بعد مني. ايه مستني حاجه؟ انا اذنك حبيبي. طبعا مصلحتك تهمني. اذا كان عليا انا مش عايزاك تبقى رئيس تحرير، انا عايزاك تبقى رئيس جمهوريه. لا بلاش رئيس جمهوريه، اي رئاسه تانيه الا دي. ماشي اي رئاسه تانية بس بعيد عني. مش فاهم. ينفع حد في شغلك يقول لك تكتب ايه وما تكتبش ايه؟ يوه طول الوقت عادي جدا. انك تتنازل؟ ان الحاجه تتعامل بحساب. بس احنا قبل كده في الاول يا حبيبي اتفقنا ان محدش يتدخل في شغل التاني ولا ايه؟ كم حلقة بس؟ خفاف، زراف، لطاف. الراجل النهاردة الصبح كان عاوز يطلب مني كده صراحة. راجل مين؟ صاحب الأمر والنهي في الموضوع ده. ساعديني الفترة قصيرة. بلاش بقى اللي غرقوا واللي اتحرقوا واللي اتخنقوا. المساكين والعيانين اللي مش لاقيين ياكلوا دول. بيني وبينك الناس زهقت قوي من موال البايخ ده. صح عندك حق. على اساس الناس زهقت كمان من التلفزيونات والجرايد والسمون في مي والكافيار والحياه الهايله. انت صح يا حبيبتي. انت صح. انا بقولك بس لفتره صغيره. ده مستقبلي ومستقبلك. مستقبلك. بس انا شايفه يعني ان مستقبلك انك تبقى صحفي ناجح ليك شعبيه، ناس بتقرا لك تحترمك تحبك احسن من 100 رئيس تحرير ما حدش بيقرا له سطر. لا يا حبيبتي البلد دي مش ماشيه كده. البلد دي المستقبل فيها هو المنصب وبس. كبير صغير مش مهم. بصي حواليكي فتح لي البلد من رجال الاعمال جريوا ورا مناصب لانها الحمايه والحصانه، لكن النجاح وانت ناجحه طبعا بكل المقاييس حاجه تانيه. نجاح لمبه منوره زي دي، لكن بلمسه واحده على مفتاح النور ساعديني عشان خاطري. ايه يا بنتي وجوزك مش حصان وفرس هتسابق مين يكسب؟ وبصراحه بقى حياتك الزوجيه اهم من شغلك. ليه ما يكونش الاثنين بنفس الاهميه؟ ما
طب يا حنان تتكلمي كده زي الستات اللي عمرهم ما اشتغل. اه بحب بس كابس على نفسي. الراجل قال لك تساعديني وانت يعني هتساعديه في سرقه بنك زي ما قال لك كام حلقه خفيف لطاف، مش احسن من البرنامج كله يتلغي؟ ابعدي عن اللعب الخشن شويه على الاقل لحد ما التغيير يحصل. هبه لاحظي انك متجوزه بقالك 7 شهور بس، ودي جوازتك الثانيه، يعني اي خلاف بينك وبين كريم هيتاخد ضدك انت. الاستاذه اللي البلد مالهاش سيره للبرنامج بتاعها. ازيك يا اليكس عامل ايه؟ ازيكي بيه على لما بتنورينا يا فندم. ميرسي ربنا يخليك. اه شو شيخ كلافين مش اقل من 3 أو 4 عمليات تجميل، مش ممكن. انا مش عارفه فيها ايه زياده عن اي ست تانية. يمكن عقلها يا جماعه. سلمى. ايوه يا مسيو اليكس. مع الاستاذه سلمى. سلمى حايك شخصيا؟ انا رايي انها اجمل من سلمى حايك. الدنيا حظوظ يا اليكس. المحل منور بوجودك يا مدام، تحت امرك. البرفان الجديد بتاع شانيل نزل عندكم؟ موجود من اسبوع. طب هايل، عايزه واحده وعايزه فيشل واش ولوشن وكل الوان الروج الجديده. مدام هبه. أيوة. انا من اشد المعجبات بحضرتك. ميرسي. حضرتك الحلقه بتاعت امبارح كانت هايله، عايزين من ده كتير ان شاء الله. التوفيق دايما. ميرسي قوي. على فكرة يا أستاذة، أنا اتفرجت على الحلقة. عجبتك؟ يعني. يعني إيه؟ أصلي نمت قدام التلفزيون وأنا بتفرج. لا يا شيخ. يا أستاذة هبة، الحكاية أصل إحنا محدش بيشوفنا. بتسمعوا عن أخبار الناس من غير ما تشوفوها. لو شفتي بعينك هتفرق معاكي. عايزين نشوف إيه بالظبط؟ أنا متأسفة يا أستاذة، الظهر إن أنا نسيت نفسي. لا انا بسالك بجد، ترد انت بقى عليا بجد؟ انا مقسومه 2. فهميني قصدك ايه. ممكن تتخذ فيه، تتعرضي للسرقة وللضرب. لغوستين والاغتصاب. دي حاجة متضحكش. لعلمك بقى دول ناس عشريين جدا. يا سلام. وطيبين جدا جدا جدا. أنا ناوي أعمل حلقة ما حصلتش عن سلمى حايك المصرية. نص نهارها عايشة في وسط جرلان وإيف سان لوران وديور، والنص التاني ما بين مخلفات وزبالة وروايح وحشرات وحاجات بايخة. عاوزة تعملي لنا فتة اجتماعية؟ تحريض الطاقات على بعضها. عاوزة تودي لها بداية؟ مش أنت اللي مش عايزني أتكلم في السياسة؟ طب اللي انت بتقولي ده كله سياسه. اتكلمي في حاجه دي حكومه لا تلام عليها.
اجتماعيات، شوية اجتماعيات كده. الاعلانات هتزيد ونسبه المشاهده كمان هتزيد، بس مع شويه تجديد. صح والله العظيم، صح يا بتتكلم صح. بقول لكم ايه، موضوع الجواز والعنوسه وقهر المراه ده موضوع ملغم سياسه. كل دول اتعمل، احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنسوق الهبل على الشيطان. قهر المراه، طب والله موضوع كويس ومش بطال. شوفي دلوقتي اقتنعتي يا ناس؟ والموضوع بقى حريه ولا المساله زفت كلام؟ بص يا تامر، انا عايزه اقول لك حاجه، طالما في قوه اكبر منك وبتلوي دراعك يبقى مفيش داعي انك تسيبها لغايه ما تكسر. هدا هو اللي انت شايفاه غلط، بقى احنا هنعمله. اه صح تامر، انت مش فاهم حاجه، مفيش هبه. على ذكر قهر المراه، في مقاله النهارده مهاجماكي بوم شديد شويه. زي ما جورنال بيكتب حاجات كويسه عنك، هو لازم برضو يكتب حاجات كده. هي دي الموضوعيه. كبري دماغك يا ست هبه، هموت من الجوع. احنا ليه ما بنخلفش؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، انت اللي متردده. ازاي هتطلعي على الشاشه وانت حامل؟ والبرنامج بتاعك هتعملي فيه ايه؟ شغل ايه وبرنامج ايه؟ انا عندي اهم 100 مره ان احنا نعمل عيلة. انت ايه رايك؟ بلاش استعجال. وجود طفل محتاج مجهود كبير مني ومنك، وبعدين غيابك عن الشاشة مش جاهز يأثر على شعبك. ساعات بسأل نفسي احنا بنعمل ايه بالجواز؟ عايشين في بيتي جنة، كأنه سويت في اوتيل 27 نجم. ايه؟ مش حابة البيت ولا ايه؟ حباه، طبعا حباه. انت في شغلك طول النهار، وانا كمان زيك، نادر لما بناكل مع بعض في البيت. الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا السرير. الكلام اللي ملوش معنى ده هبة، بالذمة ده كلام ملوش معنى؟ ايه في ايه؟ ده حمدي منصور، انت مش عارفاه ولا ايه؟ عارفاه ولا مش عارفاه، احنا مالنا بيه؟ لازم اسلم عليه، ما يصحش. اذا كان هو ما سلمش عليك يا كريم، ما شافنيش يا هبه، انت عارف الراجل مركزه، عيب قوي لو ما سلمتش عليه. نص دقيقه وارجع لك على طول. اهلا حمدي باشا. اهلا بالصحفي الهمام، انت فين يا استاذ؟ خليك مستريح يا فندم، انا تحت النظر. اعرفك سعادتي يبقى سعاده السفير احمد مراد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا كريم، اهلا. جو باك. انا عايز اعرف انتوا ليه مدبقين سعيد مبروك عندكم في الجريده؟ والله ابدا يا باشا، بس عشان يبقى فيه مصداقيه. بس هي لانك انت انا مش كريم، بس احسن صح. حمدي باشا، انا عاوز سيادتك تدعمني. ايه بفضل كده؟ حضرتك عارف ان في حركه تمويل في المؤسسات الصيفيه وانا مرشح، قصدي يعني احد المرشحين لمصر الناس الصيفيه. انت رئيس الراجل واصل وكلمته مسموعه ومقرب من رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه. اه صح، وعنده جناحات بيطير بيهم يا كريم، بس ده مش معناه انك تجي على لوحدي على الترابيزه والناس تقعد تتفرج عليا. انا مش فرقه يا اخي. بس مش ضروري يعني يا هبه كل ما تشوفيني بجامل حد مهم تحسسيني ان انا صرصار.
ايوه يا رشدي، ازيك؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه البرنامج يقع، لازم نفضل محافظين على المكانه اللي احنا وصلنا لها. وشوف ايه كمان بقى، انا مش عايزه معدين، انا اللي هعد البرنامج بنفسي. عايزه ارجع صحفيه تاني. ايوه، ما فيهاش حاجه يا اخي، عايزه اشوف بني ادمين حقيقيين. لا لا يا رشدي، انا عندي موضوع. كلمني واحد صاحبي دكتور نفساني عنده حاله في المستشفى ومستعده تتكلم في البرنامج. هو رايي ان ده مفيد ليه صحيا طبعا، امال ايه. لا لا لا، هروح لوحدي. جامعة القاهرة. على أيامي كانت الجامعة حلوة كده زي في الصورة. تعرفتي ازاي ان انا بس على الصورة دي؟ دي كنا في رحلة للهرم. عارفة مين اللي ماشي قدامي ده؟ محمود سعد المذيع، بس هو أكبر مني بسنتين، قولي 10 كده. دي لما اشتغلت في الفندق. الزمن ما بيرحمش حد. ليه كده يا أماني؟ ما انتي لسه زي القمر اهو. كل الصور دي ومش شايفه لك صوره مع فتى احلام، حبيب، عاشق. ما هو انا لو كنت لقيت حبيب كنت صورت مع مدرب الصوره 10. عندي صور مع اصدقاء زملاء، لكن حبيب ما فيش صور ولا حتى في خيالي. معقول كل الرجاله اللي في الدنيا دي وما لقيتش راجل تحبيه؟ مش غريبه دي؟ حبيت وكرهت. هاي، تحبي نتكلم في الموضوع ده؟ بدل ما انتي قاعده ما بتعمليش حاجه كده، اعملي لنا فنجانين قهوه. حاضر يا امان. مش من هنا، من هنا. قولي لي يا امان، كلميني عن حياتك العاطفيه. الرغبه الجنسيه يعني حاجه طبيعيه. بصي انا جبت دي عشان البسها وانا طالعه عندك في البرنامج. ايه ده، جبتيها منين؟ اشتريتها. باروكه بيضه يا اماني. امال اجيبها يعني لونها ايه؟ فستقي وقار. وقار هي فعلا، وقار عليكي جدا. ها، ناويه تتكلمي في الموضوع ولا لا؟ اه طبعا ناويه. يا اماني، انت كنت شغاله في فترين عرض، يعني اكيد العرسان كانوا هيموتوا ويخطفوكي. اتفق على حاجه. ايه هي؟ في فرق بين راجل بيحب ست وراجل عجبها واحده ست. انا عجبت رجاله ياما، لكن مين حبني عشان احبه؟ حكايه ان الست تبقى في حضن راجل دي مش سهله خالص. وبعدين انا عمري ما كنت في فاترينا، عشان عمري ما كنت للبيع. عشان كده اتخليتي على الحب؟ لا بالعكس، انا ما رضيتش بقى الا من الحب بس ما لقيتوش. والعذريه مالها؟ انا عذراء. ايوه ليه؟ انت فيها ليه؟ قصدي يعني على اعتبار ان شرف البنت زي عود الكبريت، ولا على اعتبار ان ده شرط من شروط الجواز؟ سبب تاني خالص، ان انا ما كانش عندي حياه جنسيه، فكان لازم اكون عذراء. هبقى غير عذراء ازاي؟ ما هي الست عشان تبقى غير عذراء لازم يكون في حياتها راجل. ايوه، فارس الاحلام، كامل الاوصاف. ما تتريقيش. اه فارس الاحلام كامل الاوصاف، راجل يحطني في عينيه واحطه في عينيه. ليه لا؟ كلنا محتاجين حنان، دي حاجه انسانيه. محتاجين حد يملى قلبنا ويحضننا. اه طبعا، حنان حلو قوي، بس المهم انه ما يخلصش البنيات في الاخر. مالك يا نصراي؟ تعالي. في ايه؟ ضهري بيوجعني.
من وانا عندي 17 سنه لغايه 27 ما اقولكيش كان عليا زحمه، بس زحمه الفرجه بس. واللي انا حبيتهم كنت عارفه ان هما بيحبوني، خافوا مني. اللي يقول يا عم جاهز الواحد يسيب شغله ويشتغل كفير عليها، واللي عايز يخطف خطفه ويجري حسب شطارته. ده طبعا بقى غير عروض العرب والاجانب. اللي انا مش قادره اتصوره واحد يشوفني دقيقتين ثلاثه وفي الخمسه يقول لي تتجوزيني. من وانا بقى عندي 27 سنه لغايه 37 كل حاجه نساء مني. لا يا دكتور، كل الرجاله اتفقوا على راي واحد، واحده زي دي تقعد لغايه دلوقتي من غير جواز ليه؟ اكيد معيوب. وحياتك، حياتك الجنسيه يعني طول السنين دي كانت فين؟ في الاحلام، واحيانا كنت بتعب نفسي. قال كده في مصري بلاش اباحه. ومن 37 ل 47 ايه اللي حصل؟ دنيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت. الكل كان بيتعامل معايا على اني عانس، حتى نوعيه العرسان اللي كانوا بيتقدموا لي برضه اتغيرت. اماني لو اتقدم لك عريس دلوقتي تعملي ايه؟ خلاص بقى، يفيدني بايه الجواز دلوقتي؟ الجنس؟ مستحيل اهين نفسي واتجوز شاب صغير، استنزفه جسديا ويستنزفني ماديا، وهيفضل مش طايقني، ويمكن يعرف عليا بنت صغيره. بفلوسي؟ مش شرط يكون شاب صغير، راجل مناسب. يعني يبقى في سني او اكبر بكام سنه. يعني نقعد جنب بعض على الكنبه نتفرج على التلفزيون. طب هتعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ عايز افضل هنا في المصحه. هنا مش لاقيه صعوبه اني اتفاهم مع اي حد. كل واحد بيعزف نغمته. ومع ذلك مفيش نشاز. مساء الخير. برحب بيكم بجنان دي، نهاية المساء وبداية الصباح. الحقيقة الأسبوع ده احنا قررنا نبعد عن كل المشاكل والهموم ونسبح بعيدا عن بحر السياسة المليء بأسماك القرش المتوحشة. يعني حبينا نرفه عننا وعنكم شوية ونتكلم عن أجمل المشاعر. حواء هي الأنوثة والجمال، هي العطف والحنان، هي صانعة الخبز وصانعة الحب، وأم الولد وأم البنت، وسند الرجل وبهجته وكمان متعته. لن أطيل حتى لا تتهموني بالتحيز للجنس اللطيف، مع أني متحيزة جدا ليه. أنا عايزة أحيي ضيفتي، أحييها على شجاعتها منذ أن شعرت بأنوثتها قررت ألا. شجاعتي؟ تقول إيه المجنونة دي؟ للرجل الذي تحبه ويحبه، فظلت تبحث عنه وتبحث عنه إلى أن انتهى بها المطاف في مصحة نفسية. دعوني أرحب بالإنسان التي قدرت نعمة الإنسانية. اهدي بس يا مدام أماني، دي كلها شك الدبوس. بكره الدبابيس، كمان ما جبتش الدواء بتاعي. معلش يا فندم، انا اسف على ازعاج حضرتك، انا عايز اطمن بس حضرتك بتتفرج على البرنامج ولا لا؟ كلام في الحب ومشاكل العشاق، لا سياسه ولا هم ولا غم ولا اي حاجه يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، مع الف سلامه. مع السلامه. انا اماني من غير مقدمات، انا عايز اعرف ازاي الحب يوصل انسان لمصحه نفسيه؟ مش الحب بس، كل حاجة حوالينا دلوقتي في البلد دي لازم توصل مصحتها النفسية يا هبة. الله يخرب بيت أبوك يا شيخ. بلاش كل حاجة حوالينا، اعملي معروف، خلينا في الحب بس. ها؟ إيه مشكلتك معاه؟ أنا مستهدفة من وأنا عندي 15 سنة. عجبني التعبير. بس عمر ما سمحت لنفسي إني أكون هدف لأي حد. طب الأول يا أماني كلمينا عن حياتك الأسرية والاجتماعية. أنا من بيت مصري متوسط، يعني تقدري تقولي كده مبسوطين. خريجة كلية آداب قسم إنجليزي وكمان درست فرنسي وإيطالي. أنت بتشتغلي؟ لا دلوقتي، لا بعد المصحة. لا لا، أنا شفتك بتشتغلي في المصحة. ده أنت ما بتكنيش يا شيخ. أنا شغلت قبل ما أتخرج،
اتعينت في اوتيل 5 نجوم وظيفه في الاستقبال، وبعد ما اتخرجت من الجامعه بقيت مديره العلاقات العامه في نفس الاوتيل. يعني الجمال والاناقه واللغات كل دي مؤهلات تميزك عن اي حد تاني في اي وظيفه. انا ايام شبابي كانت مصر لسه من غير حجاب. يعني ايه امين؟ طبعا مش قصدي الحجاب اللي بيتحط على راس الست، انا قصدي حجاب العقل الدماغ. انت شايفه ان مصر دلوقتي محجبه؟ يا نهار ابيض، بألف حجاب وحجاب، وكل حجاب شكله ولون. وعلى فكره لو كان الحجاب اللي بيتحط على الشعر قماش، فالحجاب اللي بيتحط على العقل بيبقى حديد. انا عايزه اقول لحضراتكم ان في القرون الوسطى كان في حاجه اسمها حزام العفه بيلبسوه الستات. لا بس ده مش موضوعنا يا امين خالص. القرون الوسطى رجع تاني النهارده لكن بشكل مختلف طبعا خالص. يا الستات في القرون الوسطى كانوا بيلبسوا حزام العفه على ال ايه بقى وليس الاداب يا ماما. ايه بقى؟ لا لا على الدماغ. لا 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 يا اماني ما ينفعش، مش معقول يا اماني، مش اي حاجه كده تتقال على الهوا، حرام عليكي. عموما رايحين فاصل وهنرجع لكم تاني. اقفلي المايك يا اماني. يعني ايه؟ تعالي انت عايزه تمخوليني، مش انت اللي قايله لي ان انت اللي عملتي لنفسك حزام عفه؟ لا طبعا انا كنت عفيفه بجد وانا كفرت. قبل الفاصل جالك الارمل والمطلق وابو كرش واللي مفاصله بتوجعه والبخيل والاناني. عادي كنت برفضهم ونزعل انا وماما ونتخاصم شويه وبعدين نهدى ونرجع نصطلح تاني لغايه ما حصلت المصيبه الكبيره. كان يوم اجازتي من الشغل وماما صممت ان انا اوديها النادي، مش عارفه ليه، مع انها عارفه ان النادي ده بقى حاجه سخيفه جدا، بس هي صممت لحاجه معينه في دماغها انا ما كنتش عارفاها. بقى انت مش عارفاها يا اماني؟ مش مصدقاكي. المهم ان انا طوعتها. انا عايز اخد لون، ما تيجي تقعدي مكاني وانا اقعد مكانك. حاضر. هو انت هتفضلي تقري كده على طول؟ وفي ايه تاني ممكن اعمله؟ تمشي رجليك، وبالمره هتجيلي معاكي جورنال ولا مجله تسلى فيها. حاضر. على 7 الصبح بخلص على 7 بالليل الا طبعا ايام الاجازات ساعات بضطر ابات. اتفضل. المفروض الهانم الاول. ميرسي قوي قوي. اتفضل يا احمد. سلطه جنبي. بون ابيتي. انا عايزاك تغرف كمان، اصل احنا هنا ما بنعرفش نعزم. اصل الحقيقه بحاول اعمل ريجيم. عرفته الراجل بتاع النادي احمد بيه فضل الله. احمد فضل الله درويش. انا لسه فاكره اسمه بالكامل لغايه دلوقتي. احمد خليكوا معانا. احمد بيه درويش. قوم يا استاذ، جايبين سيرتك في التلفزيون. قوم يا راجل، الست المجنونه اللي انت كنت هتتجوزها قبل مني جايبه سيرتك في التلفزيون. كان مدير عام في وزاره من الوزارات اللي ملهاش لازمه. ما احنا قلنا بقى ان احنا على الهوا، انا في عرضك. حاضر. الروب عشان ما تبردش. اتذكرت اي اسماء يا سناء؟ ايوه يا استاذ، قالت اسمك بالكامل. احمد فضل الله درويش. ايه التفاؤل ده؟ ما هي اما كده يا اما ارضى بزن امي على دماغي بكائيات على بختي المايل طول الوقت، بس انا بقى كان ليا شرط. بالطبع ده تشهير ومن حقي رفع قضيه واوديها في 60 داهيه. دي مجنونه، هي عندها عقل عشان توديها وتجيبها؟ اقصد المذيعه يا ماما. واتفقنا نخرج سوا. حلو، احكي لي. عزمني على العشاء. طب ده رومانسي، مالكيش حاجة امان. بس العشاء عمره ما جه. ليه وزاره الصحه شمعت المحل ولا ايه؟ الموضوع اتحسم واحنا بنشرب العصير. احنا لسه ما طلبناش. اظن دي تحيه منهم. انت زبون مهم هنا بقى. كل حفلات معالي الوزير بتكون هنا، اقل فاتوره بندفعها من 10 ل 15000 جنيه. على كده دول ممكن ما ياخدوش مننا حساب العشاء؟ مستحيل، انا مش بتاع الحاجات دي. مساء الخير. مساء الخير.
على فكرة هنا عندهم نوع لحم فاخر أسترالي. تصوري أثناء تربية العجول بيسمعوها موسيقى وبيدلكوها. أنت تطلب على مزاجك وأنا هطلب على مزاجي. المفروض إن إحنا الاتنين نطلب زي بعض، لأن يعني لما هنتجوز مش كل واحد فينا هياكل أكلة مختلفة عن التاني. البيت بيبقى له نظام، وبره البيت عادة بيبقى بره النظام. أنا هطلب سمك، بس أنا من أنصار اللحوم البيضة. متر؟ أوامرك يا أحمد بيه. أنا عايز نوع اللحمة اللي أنا بحبه، أما الهانم أغلى وأحسن نوع سمك عندك يا مير الراجل. تحت أمرك يا أحمد بيه. بس خلي بالك إحنا مش مستعجلين، عندنا كلام كتير عايزين نقوله. إحنا رغم إشارتك يا أحمد بيه. من ورا فهم. أتكلم أنا ولا تتكلم أنت؟ أنا وأنت مش هتفرق. يبقى أتكلم أنا. لعلمك أنا راجل واضح وصريح ودغري. عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر. وناوي أكمل كده. الحمد لله. أما رشحوكي ليه عشان أتجوزك عملت تحرياتي. واكتشفت إنك زيي بالظبط. وعشان كده عجبتيني. هل لما انت شفتيني عجبتك برضو؟ شيء طبيعي، وانا خرجت معاك ليه؟ انا قلت كده برضو. تصوري من نظراتك الخجولة ليا. انا شايف ان العشرة بيننا مش هتكون مستحيلة، لان في قبول متبادل. بس انا راجل احب المسائل تبقى واضحة. اللي أوله شرط آخره نور. اتفضل. أمال إحنا هنا ليه؟ عشان نسمع بعض على الأقل. أحب أكون واضح وصريح. يا ريت. أول حاجة عايزك تلتزمي بالحجاب. ساكتة ليه؟ أفضل أسمع شروطك كلها للآخر وبعدين نتناقش فيها. وأنا كمان بعدها هبقول لك كل شروطي وبرضه نتناقش. اتفضل. أنا عندي شقة براح 160 متر تمليك، تمنها مدفوع. بالكامل. فرشاها هيكون عليكي. بالكامل. بالكامل؟ ازاي يعني؟ شوفي يا حبيبتي، واسمحي لي اقول لك يا حبيبتي، اعمالا بمبدا المشاركه بيننا وبين بعض، دايما فرش الشقه بيبقى على ذوق العروسه وعلى حسابها بالكامل. ماشي الحال. عشان كده أنا كتبت مبدأ المشاركة في حياتنا بيننا وبين بعض، واسمحي لي إن أنا أتلوه عليك. إدارة البيت التنفيذية حق مطلق ليكي، لكن الإدارة السياسية بتاعتي. مش فاهمة. يعني مفيش أي صغيرة أو كبيرة تتم في البيت إلا بعلمي، حتى لو كنت هتشتري كيلو بطاطس للطبيخ. وكمان أنا اللي هطبخ. أنا راجل أحب آكل من إيد مراتي. وما احبش الشغاله تبقى في البيت. اوعى تكون بتتكلم جد، امال مين اللي هيعمل شغل البيت؟ انا وانتي. انتي هتغسلي وانا هكوي، انتي هتنظفي وانا هلمع، وهكذا. وماذا بعد؟ انتي قلتي ايه يا حبيبتي؟ وماذا بعد؟ جمله دايما بسمعها في المسلسلات التاريخيه. بالنسبه للمرتب، مرتبي ومرتبك هيتحطوا على بعض، وانا اللي هحدد اوجه الصرف. مصروفاتي الشخصيه وبنزين عربيتي ولوازم الستات والكوافير. وفير ايه بقى؟ ما احنا قلنا هنلتزم بالحجاب، والبنزين حكايته منتهيه. منتهيه؟ منتهيه ازاي؟ انا عايز اعرف. احنا بيت واحد، يعني عربيه واحده. انت تبيع عربيتك وانا ابيع عربيتي، ونجيب عربيه جديده، وابقى اوصلك الشغل وامر عليك اخدك البيت. طب فرضنا؟ وفرضنا ليه؟ ما اكيد حاجه زي دي هتحصل. فرضنا بقى انك سافرت مع مسؤول من بتوعك، اعمل انا ايه؟ وارد طبعا في الحاله دي تتفقي مع زميله ليك انها تمر عليكي وتاخدك معاها الشغل، وإذا زنقت قوي تاخدي تاكسي والأمر لله. آخد تاكسي وأمري لله؟ ليه العربية ما تفضلش معايا؟ أخاف عليكي من السواقة يا ماما. عندك شروط تانية؟ اتفضل قول. هي مش شروط، ولكن هي أمور إنسانية من الواجب أن أحيطك علما بها. اتفضل. ماما عايشة. ربنا يديها طول العمر. عندها 72 سنة. وهتعيش معانا. مش بالظبط، لكن هي بتحب تغير جو كل شوية. أهلا بيها في أي وقت. أصيلة وبنت ناس، صدق اللي قال. اللي يصبر ينول. استاذ احمد، احنا قلنا ان في مناقشه.
بس البشاير باينة على وشك. عموما أنا جاهز للمناقشة. ألاقي ولا مع حضرتك؟ ميرسي. إيه ده يا ماما؟ أنت بتشربي سجاير؟ لما نتفق هبطلها. أستاذ أحمد، أنت عاوزني أتحجب وأفرش الشقة بالكامل على حسابي وأطبخ وأنظف وتاخد مرتبي تبقى المدير المالي، والعربية مش عاوزها، وعاوزني كمان إن شاء الله أخدم ست الوالدة لما تيجي تقعد معانا على طول. أنا موافقة، بس عايز أسألك سؤال، لو رديت عليا صح هبقى فعلا موافقة. اسألي يا ماما. كل اللي فات ده أنا هعمله هقدمه، بس في المقابل عاوزة أعرف أنت هتقدم لي إيه؟ مهر وشبكة طبعا. مش قصدي، قصدي في الحياة، في العيشة المشتركة. هبقى جوزك. يعني إيه هبقى جوزك؟ يعني هبقى جوزك. أيوة يعني إيه؟ عاوز أعرف هتبقى جوزي دي معناها إيه؟ شويش يا ماما، مش كده، نتناقش بهدوء. دي مش مناقشة، ده سؤال وجواب، سؤال وجواب وتخلص الحكاية. أنا عاوز أعرف هتبقى جوزي يعني إيه؟ جوزك يعني جوزك. يعني اتنام معايا. تعاشرني. أنت راجل أهبل. أه والله أهبل. يعني عايز تاخد فلوسي وتشغلني خدامه وتفرض عليا شروطك وشروط امك وتقول لي هتبقى جوزي؟ لو كان الجواز ما فيهوش غير النوم على السراير يبقى من حقي اختار الراجل ينام معايا. يا راجل يا عره. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونه، عشان كده قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونه. انت مجنونه يا ماما، يا مجنونه. اماني، انت ليه وافقت تيجي البرنامج ده؟ طب انتي ناويه ترجعي المصحه تاني؟ بجد يا هبه، كنت هايله النهارده، الحلقه كانت ممتازه حقيقي. عجبتك يا حبيبي؟ هلال بيكلمني النهارده ومبسوط جدا منها، بيقول ان الهانم كمان هتتبسط منها. ايوه كده يا هبه، الحلقه بجد كانت تحفه. شفت لك بس يا سلام. راجعه مش على بعضك ليه؟ انا لا على بعض ليه؟ شايفني عامله ازاي يعني؟ وانا اللي عايز احتفل بنجاح الحلقه بتاعتك. انت ما عندكش طريقه تانيه غير السكس هي اللي تحتفل بيها؟ والله انا احب اقدم احسن. انت شارب ايه بالظبط؟ انت الغابه ضيعت فرص من ايديك. صاحبة الكشك هتعرف مكان الست. ليه كنت متزوجة حد في الدكتور سيد؟ هو مش قالك ان صاحبة الكشك عامل نظر معلومات؟ قال اصحابي مش صحباتي. بس عشان نسيبنا فزاعة ولا شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين بيت الحاجة آيات. السجانة؟ ايوه. ده ربنا يلطف بيها. يا واد يا مصعب. يا حاجة. تعالى ودي المحروس والمحروسة لبيت الحاجة آيات. فولو مي. شكرا. اسفين على الازعاج يا حاج. انا مش الحاج، الحاجه تعبانه جوه قاعده في البلكونه بتتشمس. حضرتك مدام صفاء؟ ايوه. الحقيقه احنا كنا جايين عشانك. انتوا مين؟ احنا من التلفزيون،
برنامج نهاية المساء بداية الصباح. وانا مال انا ومال التلفزيون؟ احنا عايزين نستضيف حضرتك في البرنامج عشان تحكي حكايتك. حكايتي؟ وانتوا عرفتوا حكايتي منين؟ وعاوزين حكايتي تعملوا بيها ايه؟ يا صفاء الزعايم عاملين يا صفاء. مفيش يا ست الستات، دول ضيوف بس ضيوف رزلين. مدام صفاء، حضرتك حالة نادرة، انت تقريبا اول سجينة تخرج وتعيش مع السجانة بتاعتها بعد ما يفرجوا عنها. لا انتوا مش عاوزين الحكاية دي، انتوا عاوزين الحكاية اللي قبلها، الحكاية اللي بسببها دخلت السجن. مدام صفاء يا ريت تقبلي نعمل حوار في الحكاية القديمة والجديدة. بكام؟ هندفع اللي انت عايزاه. مش فلوس. امال ايه؟ هقول لك، بس قبل ما تقولوا ايوه او لا اسالوا الرئيس بتاعك عشان المساله اكبر منكم بكتير. الف سلامه يا حاج، ربنا بعد الفرج. برنامج نهايه المساء بدايه الصباح تكفي بعناد احسن مستشفيات واكبر تكاليف، والمدام جابت موافقه من رئيس التلفزيون بتاعها. ربنا يسترهم يا بنتي. سلامتك يا حاج. طيب الاول نتكلم على تفاصيل وعدك في بيت الحاجه ايات اللي هي السجانه بتاعتك. احنا الاثنين كنا محتاجين لبعض، هي ربنا يشفيها ست صاحبه مرض كانت محتاجه اللي يقعد جنبها ويشوف طلباتها ويرعاها، وانا لما خرجت من السجن ما كانش ليا اي مكان اعيش فيه، كان لازم الاقي لي حد اعيش تحت ظله. بعد الاهل ما راحوا واللي اتفرق اتفرق واللي اتغرب اتغرب. بس ازاي بقى في صداقه بينك وبين الحاجه ايات السجانه بتاعتك؟ حاجة ايات كانت محبوبة من الكل، كانت مريضة وهي بتشتغل، وبعد ما طلعت معاش كانت بتيجي تزورنا. انا اكتر واحدة كنت بفرح بالزيارة دي عشان ما كانش في حد بيزورني. انت كان محكوم عليكي بقد ايه؟ 15 سنة. وجريمتك كانت ايه؟ قتل. غريبة يا صفاء، مع اني شايفاكي انسانة وديعة ورقيقة، صعب قوي الواحد يتخيلك وانت بتقتلي. هي لحظه يا استاذه، لحظه ربنا يكفيك شرها، شراره تعمل حريقه ممكن تحرق بلد وتنسف عيله بحالها. طيب مستعده تبوحي بقى وتفضفضي ولا ايه؟ ما الجرايد ايامها قالت وعادت وزادت، النعجه ما بتحسش بالسلخ وهي مدبوحه. احنا ناس شعبيين، والناس الشعبيين بيعرفوا بعض ويودوا بعض ويخنقوا بعض. ابتدت الدنيا تبقى سودة في اليوم اللي مات فيه المرحوم ابويا، هو اللي كان بيصرف علينا وعلى البيت. امي كانت سبقت ابويا من زمان. أنا الكبيرة وبعدين وفاء الصغيرة هناء، إحنا التلاتة كنا شغالين في الحكومة، لكن ماهية الحكومة ما بتجيبش عيش حاف. أبويا كان مربي واد صنايعي سعيد الخفيف، يومها سعيد كان متشحت، أكيد كان بيسأل نفسه يا ترى الدنيا هتعمل فيه إيه. خير يا بنات؟ شوف يا شرع الله قمر، انت ليك في ورث ابونا. ابونا ما كانش حيلته غير المحل والبضاعه اللي فيه. الاول هتعملوا ايه في المحل؟ المحل ابويا هيفضل زي ما هو. ايوه يا عم، اسم ابويا لازم يفضل على المحل. ايوه يا بنتي، انا قصدي مين اللي هيشغله، مين اللي هيدير اموره سواء في البيع او في الشراء. قول لنا الاول ناوي تعمل ايه في نصيبك ونشوف هندبر امورنا ازاي. انا مش محتاجه اقسم بنات اخويا في ورثهم،
حد الله ما بيني وبين اي حاجه. اذا كان الكلام ده اكيد يبقى يتكتب على ورق. عيب يا وفاء، مش هو اللي قال، هو انا اللي قلت؟ وماله يا بنتي، يتكتب على الورق وقبل ما اخرج من البيت هكتب تنازل. ده انتوا ولايه وعيب ان الواحد يطمع فيكم. ربنا يجازيك خير يا عم، ده عشمنا فيك برضه. بعدين انت اللي فاضل لنا. يرجع مرجعنا للمحل. احنا اخدنا اجازه بدون مرتب وبنفكر نقعد بنفسنا نبشر المحل. وانتوا تفهموا ايه في شغل الحديد والبويات والمسامير والمفصلات والكوالين؟ كنا بنسمع من بابا الله يرحمه، والواد سعيد الخفيف طول عمره شغال في الدكان وفاهم في كل حاجه. اهو هنشرف عليه لغايه ربنا ما يحلها. مدام الحكايه اشراف وفي واحد بيفهم في الشغلانه دي، فهقوم انا بمهمه الاشراف. هاتولي ورقه وقلم اكتب لكم التنازل. سعيد، اهلا وسهلا ست وفاء. خطوة عزيزة، اتفضلي اطلعي برا، انا عايزاك في كلمة. خير يا ست وفاء؟ انا مش ست، انا الانسة وفاء. اما تكلمني تقولي يا انسة وفاء، فاهم ولا انت ليك رأي تاني؟ عمرك انسة وفاء. بابا متوفي بقاله قد ايه يا سعيد؟ بقاله اكتر من 3 شهور. شهور والمحل مفتوح وصحابه ما بيشوفوش منه ولا ابيض ولا اسود. انت بتسرق يالا؟ الله يسامحك يا انسة، انا اسرق اولاد الحاج سالم ابو الزين؟ ده انا احط ايدي في خزان ما يتنر ولا مد ايدي على قرش من فلوسكو. ما ما بنشوفش حاجه ليه؟ عدم المؤاخذه، السؤال ده مش ليا، السؤال ده تسأليه للمحترم عمي. هو قاعد قدامك بيلعب كوتشينة على المشاريب. معقول يا ربي خير المحل دي على القهوة؟ سعيد، مش ممكن مصاريف الشاي والقهوة والكوتشينة تبلع رزق البنات. سعيد انت في حاجة تانية؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا بنات اخويا. الحقيقة انتوا أساتذة في الأكل. بالصحة والعافية يا عمي. بقول ايه؟ نقول يا بنتي، هو المحل ما بيجيبش فلوس ولا ايه؟ انت عارف المحل هو اللي بيصرف على البيت. قريب قوي ان شاء الله، كلها كام يوم؟ دول 3 شهور يا عم. ايوه ما هو السوق كان ضعيف ولسه ضعيف. هو انت عرفت ازاي اذا كان ضعيف ولا ما ضعيفش؟ هو انت مش بتقعد على القهوه طول النهار؟ انت بتقولي ايه يا بنتي؟ يا مفعوص انت. من غير شخط لو سمحت، هي ما قالتش حاجه غلط. ده انا جاي اتحاسب بقى. عمي مصاريف القعده على القهوه طول النهار مش حكايه، وتمن السجاير بتاعت بلاد بره مقدور عليها، ممكن يفضل لنا حاجه نعيش بيها، لكن تمن الافيون بقى غالي، ممكن ياخد رزق المحل وياكل راس ماله كمان. اللي يخلف 3 حربيات زيكم لازم يموت بدري. تكم البلد. مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ ادي مفاتيح المحل. اوعى والله لو اوريكم. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجرب ونشرف عليه بنفسنا. Thank you.
انسي. خليكي زي ما انت. كمان زود بضاعه تبقى في المخزن. لكن لو عايزه جوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا يبقى خلي المخزن اللي بعدين. يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فاضي. يلا. البضاعة دي شاريها نقدي ولا بالأجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على أي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعة في السوق وأنا تربيته يبقى حالنا ماشي. السلام عليكم. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل. الحال مشي معاه بقى عالي العيال. كله إخلاص. كويس ابن المرحوم. نكلم المرحوم خلف ثلاث سحالي. بنت يا وفاء انت يا بنت في ايه يا عم؟ عايز حق في الورشه. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قله الافيون بتخلي البني ادم يخطرف في الكلام؟ انت بتقولي ايه يا بنت؟ بتقولي ايه؟ واحد لا راجل يا طيب. دي بنت اخوك. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زباله. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربه. البضاعه اللي كنا شارينها بالاجل سددنا التمن والكهرباء مدفوعه والاكرامات اتسددت وده حقكم 1960 جنيه مكسب صافي. واجرتك يا سعيد؟ يعني ما جبتناش صله اجرتك؟ ايوه ما انت لازم بقالك ماهيه وكده يعني. ما يعني هعمل ايه بالماهيه؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وانا عندي 8 سنين. لا المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس وكل واحد اولى بحق. شوف يا يعني نتفق على اجر معلوم يا تاخد نسبه من الارباح. ها ايه يرضيك؟ اي حاجه اي حاجه تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها. طب بالاذن انا عشان عندي شويه شغل في المهد. مع السلامه. ليلتك بتفرق. احنا نتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. صباح الخير. ازيك يا راجل يا عترة؟ اهلا معلم عصران. اتفضل. الاستباحه بتاع المعلم عصران. يلا خلي عنك انت. دودو نور القهوه يا معلم. فنجان قهوه ساده للحاج فتحي وانا الشيشه وغير كده مفيش. عشان عندي لي حاجة حلوة. عاوزك تعدل دماغك تظبط نفوخك. دي نفحة كبيرة قوي يا معلم. أنا بحب أجيب من الآخر. أنا جاي وطالب إيد بنت من بنات أخوك الله يرحمه. أنا فيهم؟ اللي تقول آه. راجل تعيش في ظله ويمكن. لا بعد اذنك كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل يعني. انا هقطعك تاني يا صفاء. الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تختشي منها؟ طبعا يا استاذ احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا. يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا. يمكن عشان عمي افيونجي. الله اعلم. ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركه عبيطه متقسمه على ثلاث بنات. مش عارف بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحته مطمورين كامله الفول المدمس. لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف
ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل بيبقى حماليه. عاوزة أقول لكم على حاجة بس خايفة يركبكم يتعفريت. يا أختي قولي، يعني هو في عفريت من أصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ آه والله إحنا الثلاثة ولاية، يعني هنبقى ملطشة للقريب والغريب. لازم نتجوز. لا مؤاخذة، جرى إيه صفاء؟ يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ ده خدام عندنا. دلوقتي هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد كده، ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره أسود من قرن الخروب لو كان لمح بحاجة زي كده. الجدع حافظ مركزه وعارف حدوده كويس. انا بس قصدي ان احنا اللي محتاجين، وبعدين ما احنا طول عمرنا معاه. على فكره بقى، احنا بقينا في زمن لا فيه لا كبير ولا صغير، وهو لو اتجوز واحده مننا اكيد هيعيش وسطينا وحافظ علينا اكتر، واللي خاف على مالنا اكيد هيحطنا فوق راسه. حبيبتي لو عايزاه اتجوزها، لكن انا مش احنا اللي هنختار، هو. يعني نقف قدامه احنا الثلاثة ونقول لنا اي واحدة فينا؟ لا، بس انا قصدي لو وافقتوا على المبدأ يبقى نبطل بقى نتعامل معاه على انه اقل مننا او انه شغال عندنا. بصي، من النهاردة مش هشوف وش تاني اصلا. انت ما حدش اجبرك على حاجة، انت غاوية سينا. استني بقى عريس شبه عمرو دياب ولا محمود عبد العزيز وابقي اتجوزيه. وعلى فكرة هو كده كده هيتجوز، وساعتها بقى محدش عارف هيفضل امين زي ما هو ولا اراضي المحل كله هيروح لمراته. شوية مهما انت طول عمرك بتاكل عندنا في البيت، بس في حياتي مرحوم. دلوقتي بقى دخولك البيت يجيب الكلام. الظاهر ان الاكلة دي تعويض عن اللي فات كله. بص يا سعيد، انا عايز اقول لك على حاجة كده. احنا عملنا اجتماع، اجتماع قمة كده يعني، وخدنا فيه قرار، قرار بخصوصك. خلاص بقيت واحد منا.
سعيد، هو انت بتعمل ايه في الاجازه؟ النهار بقعد على القهوه وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوه. بس هتعزمني على السينما؟ بس بشرط. اخواتك يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الانسه صفاء. تيجي المحل كلها مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي. عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع وكل واحدة فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد أصول، بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب أرسل زي ما كده طلع المستخبي اللي جواك، تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن أبونا وأمنا؟ هو ده بيتك الإحسان؟ يا نسوة فوق والله العظيم بهزر معاكي، هزار. أنا قلت أتبسط معاكي. وبعدين يعني اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي أنا عايزه إن أبقى في وسطكوا بس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. مش فاهم. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذة. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس يعني انت توافق عليا ولا ده ملعوب منك؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل. يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا. اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ يعني بس عشان انت مبسوطة. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتمكن. انت واقف اهو. ترى واقف. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش في المزاد. انا اللي اقول اه. وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي. معقولة الفوضى دي يا سعيد؟ المحل مكركب على الاخر. الحاجة دي لازم تتلم وتتنظم كلها ترجع في مكانها، على الأقل لما تعوزها تلاقيها. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب أخلص من زبون ألاقي التاني. أساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجة اللي ملهاش لازمة ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده إيه مكركب وراخ؟ عن إذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون جو حر بدخل المروحة.
ايه رايك يوم الاجازه نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف يا مصطفى، خلي الاجازه اجازه. اه انا نسيت انك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوه الا بالله، دي بنت صغيره وتخاف علينا لما تروح لوحدها، وبعدين انا اشترطت موافقتها. عشان كده انا استجدعتك. انت فاهم الحكايه؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمع مني الكلام المظبوط بس يفضل سر. يا سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش. اكبر مني بكذا سنه وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الفرخه الصنفرات فاشله وجديده بصراحه، البعد عنها غنيمه. لما انت البرنسيسه بتاعتي سرعة عشان أمورنا تمشي تمام التمام. طبعا أنا كده على فكرة هتأخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري. ايه يا حلو؟ انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ اه نسيت خالص. انا شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. اعوذ بالله بنت القصور، قول ولا بتاع كده برضه. انت شايفه الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت الكلام مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارميك بره المحل زرق بيت الكلاب. خد صوتك يا صفاء، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس
انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل ثلاث حاجات: شرف، امانه، يكون ذكر. اللي فيه الثلاث حاجات دول يبقى سيد الناس. طب اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا، لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع وانت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا، بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا حاسب لك نفسي يا سعيد، تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ أنا آسفة صفاء. أمال الحكاية كشفت إزاي؟ ازيك يا غاليه يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ ردودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني؟ يا صفاء عينه من اختك اللي اصغر منك
مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عندك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه النصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف ان عريس لقطه، اتجوزيه انتي. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو؟ ان شاء الله عنتر ابن شداد يا اختي اللي انتي ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانتي ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها ايه الاماره؟ علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنت كنتوا مع بعض؟ نام معاكي؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا العواصف. نوم نوم. يا بنت ما كانش عاجبك امين الشام يا ضايع. بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد. ايوه سعد. ايوه انا بقول لك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شويه. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. انا مال اهلي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. وانا مالي يا غزالي. سعيد طه. وانا مليطه.
القدر! انت اللي غدرت! انت غدرت! كل حاجة وليها الثمن، وكان لازم حد يدفع الثمن، وأنا اللي سددت الثمن، عشان كان لازم أنا اللي سددت. أيوة ليه؟ ليه أنتِ؟ عشان أنا الكبيرة. بس. بس إيه؟ بس عشان أنتِ الكبيرة؟ القتل ده حاجة مهولة، بدل ما تقتليه وتحرقي المحل كان ممكن تهربوا انتوا التلاتة، تسيبوا البلد. والغدر والخيانة والعار والجرح، كل دي مش حاجات مهولة؟ والتلات اخوات ما بقوش قادرين يبصوا في وش بعض، مش دي برضو حاجة مهولة؟ بصي يا استاذة، انا قعدت في السجن 15 سنة على ما فهمت ان انا يوم ما قتلت سعيد كنت بموت نفسي، وفي ال 15 سنة دول اتعلمت ان انا ممكن اعيش. حيرتيني يا صفاء. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم تعالوا نسيء لسمعه مصر. اهلا يا هاني. الحلقه النهارده كانت مقززه مقرفه ومنحله. رايحة فين؟ بجيب شنطتي. كان مش بكلمك. اوعى كده. ايه في ايه؟ خدشنا حياتها انت مصر بتاعتك لما جبنا ست خارجه من الحضيض وقدرت تكمل حياتها من اول وجديد؟ قدرت ترجع انسانيتها؟ المجتمع حاسبها وهي حاسبت نفسها. بقول لك يا كريم، اوعى اوعى تتكلم معايا باللهجه دي تاني. انا طلبت ايه للبيع علشان اعرف رايه ايه، ما ردش. التليفون بتاعه ما كانش خارج الخدمه ولا حاجه، لكن ما ردش. انا محتاج لك قوي يا هبه عشان خاطر اقف جنبي، هيدوسوا عليا. انا جنبك يا كريم صدقني. الحلقه ما كانتش ليها اي علاقه بالسياسه، دي كانت عن الجريمه الاجتماعيه. هو ده سياسه؟ كله سياسه. مجتمع بيتنيل بستين نيله ده ونتيجة حياة سياسية مهببة أصلا. أنا بعمل كل حاجة عشان ما أزعلكش أنت وأصحابك، بس دول هيخنقوك ويخنقوني. سميتك أنت مش حاسس بكده؟ قوم يا كريم اغسل وشك واستناني في السرير، حضر سيجارة حلوة، تعال نفكر في البيبيات اللي احنا عايزين نجيبه. قوم.
عايزاك تعرف لي ايه حكايه الست دي. مش دي سياسه يا هبه؟ كله سياسه يا رشدي. مساء الخير. مساء النور. انا ليا حجز عندكم هنا. اتشرف باسم حضرتك. ادهم الغرباوي. هو حضرتك اللي بتطلع في التلفزيون؟ احيانا. اتفضل هنا الاول اسمع حضرتك بتشتكي من ايه. شك ايه اللي مش مريحك؟ عندي درس هنا بيقلمني من الحاجه الساعه. حاجه تاني؟ عاوز المع سناني. اكيد شفت حضرتك قبل كده. ايه حضرتك مقدم برامج ولا؟ لا لا انا مش مقدم برامج ولا حاجه، انا بيستضيفوني في البرامج خبير اقتصادي. يا دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميشيغان، وعندي مكتب استشاري له فرع في دبي. ده انت على كده زبون في اي بي. طب ما انت كل زباينك في اي بي. انا برشحك ليا السفير اسعد صالح، كان زميلي في الجامعة. صحيح الدنيا صغيرة. افتح بوقك لو سمحت. بالنسبة لتنميع السنان دي مسألة سهلة خالص. أما الدرس فمحتاج تنظيف وحشو، وده هيتم على مرحلة تانية. ولازم بينج. لا بينج النهاردة ما أقدرش. عشان عندي تلفزيون مش معقول اطلع زي السكرانين. طب ينفع تنظيف؟ ينفع. افتح بقك لو سمحت. على فكرة اسنانك ممتازة. اشمعنى؟ ومش محتاج علاج من أي نوع. كمان زيارة دكاترة الأسنان مسألة مش محبوبة قوي حتى للناس اللي عندهم مشكلة في أسنان. ممكن أعرف إيه الموضوع؟ حبيت أشوفك عن قرب. بدور على عروسة. بنت ناس تكون على مستوى اجتماعي وأخلاقي. ولاد الحلال رشحوكي ليا. أدي الحكاية. مين هم الناس دول؟ حلفوني ما أقولش. ومش هقول تحت اي ضغط. يعني انت كنت جاي تعاين؟ انا ما اخترش ريكة عمر. حمد امسك العصاية. ومبسوط بيكي جدا. وطبعا اتجوزت قبل كده واحدة ست امريكانية، زوجة ممتازة، تحبني واحبها، ست مدهشه. طب لما الحكايه كده انفصلتوا ليه؟ ما استحملتش العيشه في مصر. في الاول كانت فرحانه طبعا، بس فضلت الحكايه تصغر 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 لغايه لما قلبت بنكد. حمد انت قلت لي وظيفتك ايه بالظبط؟ هي بيني وبينك مش وظيفه واحده، يعني انا عضو في مجلس اداره بنك المال والتجاره، مسؤول عن مجموعة من الشركات، ومستشار لوزير في المجموعة الاقتصادية. ليه بتضحكي ليه؟ العربية اللي انت جيت بيها دي عربيتك؟ اه طبعا. ليه؟ لا عشان حاساك بتبذل مجهود خرافي عشان تبان متواضع. ملابس الفروسيه دي بتاعتك؟ اصلك بتركبي خيل هايل. يعني انت مستعد تتجوزني عن قناعه؟ فورا. فورا ازاي بس؟ هي كرواتة عجبتك وهتدخل تشتريها؟ عشان ما حدش يخطفك مني. أنا من عيلة ليها سمعتها وكل ناسها محترمين،
قوي، واغلبهم شغال في وظائف محترمه قوي، القضاء، الهندسه، الطب، الداخليه. فطبعا ما كانش ينفع اتجوز من غير كل دول ما يعرف. المهم كلهم مفهوم، هي مشكله واحده بس، الفيلا. الفيلا اللي كنا هنتجوز فيها كانت تحت التشطيب، والفيلا فعلا موجوده وانا شفتها وكانت فعلا تحت التشطيب. في الاول قلنا ناجل كل حاجه لغايه بيت الزوجيه ما يكون جاهز. موضوع اني اتجوز في شقه مفروشه كان مساله مستبعده تماما، او حتى اننا نتجوز ويجي يعيش معانا في الفيلا بتاعتنا برضه مساله مستبعده تماما. هو كان عايش فين في الوقت ده؟ في شقته اللي كان متجوز فيها. ما كانش ينفع تعيشوا فيها انتوا الاثنين؟ لا، نفسيا ما كنتش اقدر، وكمان دي شقه صغيره جدا، والمفروض ان الواحده مننا لما تتجوز مستواها الاجتماعي اعلى مش يقل. مش كل امهاتنا قالوا لنا كده؟ المهم اتجوزتوا، اتفقنا على حل وسط او حل يرضي جميع الاطراف، اننا نكتب الكتاب اولا عشان هو يبقى مطمن ان مفيش حد هيخطفني منه، وكمان اهلي يبقى مطمنين لما اخرج معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله تعالى. إني استخرت الله تعالى. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وصليت وسلمت على سيدنا محمد. وقبلت زواج موكلتك. وقبلت زواج موكلتك. الأنسة البكر الرشيد. الأنسة البكر الرشيد. ناهد خير درويش. ناهد خير درويش. على كتاب الله وسنة رسولي. على كتاب الله وسنة رسولي. وعلى صداق قدره. وعلى صداق قدره. 2,000,001. 2,000,001. 1 جنيه الحالي منه. الحالي منه جنيه. و2,000,000 مؤجل. و2,000,000 مؤجل. أمام الحاضرين. أمام الحاضرين. وألف مبروك. بس بشرط أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل بين الراجل والست حتى وهم متجوزين مش هتحصل بينا، والشرط ده بتاعي أنا. مش شايفة إنك قاسي قوي على نفسك؟ أنا تربيت كده وكلنا في العيلة تربينا كده، ف المهم كتبنا الكتاب وابتديت فعلا أحضر للجواز، وبقيت أنا المشرفة على تشطيب الفيلا، وأقول ده جميل وده محتاج تغيير. بالنسبة لدول لا 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 مش عايزين نخاف، أنا حابة ده. ده في ال يعني المكتب، بس المكتب الأرضية. أنا شايفة إن ده أكتر. بس ال ده كنت سعيدة فعلا جدا، كنت شايفه انه ربنا رزقني بعريس ما كنتش احلم بيه، لغايه ما العماره دي فيها الشقه بتاعت امي، لازم اطلع اطل عليها. شقه امك؟ ما هو شقة أمك دي أنا عارفة حكايتها من الأفلام والمسلسلات. يا حبيبي اللي أنت بتفكر فيه مش هيحصل، مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك. لما ندخل على بعض أنا مستعدة أعمل ده، إن شاء الله إن شاء الله في العربية اللي إحنا قاعدين فيها. في العربية؟ أنت مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخل. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده، وانت كمان محتاجه ده، حق مشروع لينا احنا الاثنين.
انا ما باخدش الحبوب. ما انا هعمل. ما تخافيش، انا عامل حسابي. حصل. ما اقدرش انكر انه كان لقاء جميل ولذيذ ومدهش. على قد ما كنت خايفه ومتردده الا اني انبسطت. بس انا قلت له دي اول مره واخر مره. بصراحه كنت بفرح لما بيقول لي شقه ماما وحشتني. عمري ما روحتها الا ورجعت مبسوطه لغايه يومنا كده. على فكره يا ادهم، احنا لازم نعمل الدخله في اسرع وقت. ما انا مستعجل المهندس اللي بيشطب الفيلا. يا حبيبي مش مهم الفيلا، انا مستعده اتجوز ان شاء الله في شقه امك. ايه سبب التحول المفاجئ ده؟ سببه ان حمل في شهري، ومن هنا ورايح بطن هتبتدي تعلم الناس. حتى بقول ايه يا ناهد؟ اعرف منين ان الحمل بتاعك ده مني؟ انت اتجننت؟ انا راجل عطيني، ما بخلفش. كان ممكن تفضلي محترمه وراسك مرفوعه، بس انت اللي جبتيني نفسك وخدتيني في الرجلين وراكي. فضحتينا. ماما ده جوزي، جوزي معقد شرعي وبعلم العيلة كلها. والمصيبة اللي ما بعدها مصيبة انه ما بيخلفش. يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت اضرب بنتك. ما هو يا انت كدابة يا هو نصاب. لا لا، انا عمري ما كنت كدابة، ودي اول علاقة ليا مع راجل. انا مستدينة مريم عشان احمل بنفسها من روح ربنا. يبقى هو مجرم. اطلبي منه الطلاق، بعد كده المستخبي حيبان. طلباتك يا دكتورة ناهد. حكاية انك ما بتخلفش دي الحمد لله، وممكن يثبت لك الحقيقة ويأكد لك ان الجنين اللي في بطني ابنك. انا عاوزة الطفل. ابوه اولى بيه. انت ابوه. لو كررت الكلام ده كمان مرة هعتبرها اهانة وهحاسبك عليها. قسوة.
خلاص طلق. وكرامتي؟ كرامتك؟ مالها كرامتك؟ انت عارفة لما الست تخون جوزها بيبقى شكله ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ ثلاثة مليون جنيه. انت مش محتاج تبقى نصاب ولا صياد عوانس، ليه بتعمل كده؟ واللي يحاسب مراته على خيانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس؟ ثلاثة مليون دول تمن الإهانة يا دكتورة. دكتور أدهم، أنا عندي عيلة لا يمكن تسمح لك إنك تتمادى في تصرفاتك دي أكتر من كده. خلاص يا محمود ارجع العربية. ده تهديد ده؟ اعتبره تحذير. يكون في علمك مش هطول من ليم واحد، لا مني ولا من عيلتي. عيلتك دي هتخش الجحور زي الفيران بالظبط لما اعلن عن فضيحتك. الدكتورة اسميها حنان، طبيبة أمراض نساء وصديقة ليا. أول ما شافتني عرفت أنا شايلها هم قد إيه. بالمناسبة هي ست فاضلة وشجاعة. بعد ما عملت العملية سألتني وأنا حكيت لها كل حاجة بالتفصيل. أنا أعرف أدهم الغرباوي وأعرف مراته. مراته الأمريكانية؟ لا، مصرية. كانت بتتابع عندي وخلفت بنت. عندي عنوانها ورقم تليفونها، هي تقدر تحكي لك كل حاجة عن أدهم. لو الدكتورة قالت لي الحكاية دي قبل ما تعمل العملية كان ممكن. كان ممكن يا دكتورة؟ شرعا ممكن تحتفظي بالبيبي والأب ملزم إنه يعترف بيه، وإذا شكك بده ملزم برضه إنه يعمل تحليل دي ان ايه. لا، ما كنتش عايزة طفل منه، ما كنتش عايزة يطلع شبهه. اقطع على كاميرا 4. هبة، مالك يا هبة؟ هبة ما ينفعش كده، انت مذيعة. نصحوني اني ارفع قضية خلع ورفعتها فعلا. البيت طلع رغم اللي هو فيه ورغم المكان الرفيع والوظائف المحترمة، طلع صياد لثروات السيدات الاغنياء، انسة وارامل ومطلقات. بس مراته اللي كانت زبونة عند الدكتورة حنان كان ليها موقف مشرف. جت المحكمة وشهدت معايا وجابت بنتها معاها وحكمت المحكمة فعلا بخلعه. كل ده عادي، ممكن يحصل، يحصل لناس كتير كمان. انتي اتقبض عليكي ليه؟ السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد سيادته أداء اليمين المهندس هشام فتحي وزير الكهرباء والطاقة، والحاصل على الدكتوراه من جامعة لايدن في هولندا الدكتور وليد العربي وزيرا للصحة، نقيب الأطباء سابقا والأستاذ بجامعة القاهرة الدكتور باهر كمال وزيرا للتربية والتعليم والعميد السابق في كلية الآداب بجامعة أسيوط،
الدكتور أمير رشوان وزيرا للزراعة حاصل على جائزة الملك الصالح في مجال استصلاح الأراضي. الدكتور أدهم الغرباني وزيرا للتنمية المالية قد عمل سيادته كخبير اقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حصل سيادته على الدكتوراه من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. كلمة محترمة من فضلك، لو حضرتك عندك مشكلة تفضلي قولي عليها. من فضلك يا أنا عارفة أنا بعمل إيه. أنا بسأل سؤال، لا بعمل مظاهرة ولا نسيت مفخخة عشان تخافوا مني. أنا معايا بطاقة رقم قومي واقفة في الشارع، والشارع ملكي يا عمة، لا أرضك المرور ولا أفعل أي شيء عدواني. في إيه يا هيثم مالها؟ زي ما حضرتك شايف يا فندم، بتقولي إنها واقفة في ملكية عامة وإنها ما عندهاش طلبات. في ايه ما تكلم من هنا؟ انا واضح انك ست محترمه ومش بتاعه مشاكل، قولي لي طلباتك ايه قبل ما الموضوع يكبر. انا عايزه حد يجاوبني على السؤال المكتوب. جاوبها يا هيثم. زي ما انت شايف يا فندم. اهلا يا فندم. لا الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش اسم الوزير ده. لا الحقيقه يا فندم انا ما سالتهاش وهي ما قالتش. تصبح على خير يا فندم. احسن حاجه يا استاذ انك تقفلي التليفون لان كده مش هتخلصي. عندك حق. الو. ايوه يا فندم. حاضر معليك. افتحي تليفونك يا استاذة وردي على المكالمة. الو. ايوه يا فندم. انا عارفة ان سيادة الرئيس اكيد عايز يعرف مين هو الوزير. ايوه يا فندم ما انا عارفه ان احنا ما عندناش وزاره اسمها التنميه الماليه، بس زي ما غيرنا اسم الوزير كمان غيرنا اسم الوزاره. الضيفه هي اللي طلبت التغيير يا فندم مش احنا. لو عايزين تعرفوا حضرتك ممكن تسالوها. تصبح على خير يا فندم. ايوه حنان. تخصني؟ ماله؟ بس هما وعدوه. انتي عرفتي ازاي؟ أقول له إيه بس؟ طيب باي باي يا حنين. سيادتك مستعجل قوي. انا سمعت يعني ان موضوع التغييرات ده نام. المره دي على غير العاده ما جالوش نوم. عايزك تبقى تفتكرني بالخير يا كريم. وفي اخبار عن سعادتك ولا ايه؟ كلها اشاعات يا ابني. ساعات وهتعرف كل حاجه. المهم الواحد وهو ماشي ما بياخدش معاه غير اللي
ذكرياتي الجميلة. انت كنت عايز حاجة يا كريم ولا جاي تودعني وداع مبكر؟ الله يبارك فيك هشام. ريحه اخبار منعشه يا رب. اتفضل. وبالمناسبه دي المدام يا جماعه عرض المدام هي فعلا. طب الحمد لله حلقه مميزه وانا حافظها صح. انا ما عرفتش اشوف الحلقه كنت بقعد على الاستحاله بصراحه. البرنامج انا شفتها يا فندم. البرنامج بتاع نهايه المساء بدايه الصباح ده بيتكلم عن وزير. بيتكلم عن وزير السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتعيين عدد من رؤساء التحرير بالصحف القومية. في مؤسسة بلدنا تم تعيين شريف صبحي رئيسا لتحرير الجريدة ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة خلفا لأحمد جاي وإسلام جودة رئيسا لتحرير الأهرام الاقتصادي. إبراهيم كريم الحمد لله إنك جيت. أنا قلقت عليك قوي يا حبيبي. إزايك؟ انت السبب في استبعادي يا هاني. انت وبرنامج الزفت بتاعك. حلقه امبارح هي اللي ضيعت مستقبلي. كل ده بسبب عنادك وغباوتك والانانيه اللي لابساكي من فوقك لتحتك. لا يا كريم، رئيس التحرير معروف من اول امبارح. شريف صبحي حنان حتى هي اللي كلمتني وقالت لي انا كلمتك كتير وكنت هاجي لك حتى الجورنال، بس لما ما ردتش عليا قلت اكيد انك عرفت. كدابه. لا انا مش كدابه يا كريم. انت ايه؟ عايز تلبسها لي وخلاص؟ تلبسها لك ده ايه؟ انت مش شايفه نفسك؟ انت لعبه بلاستيك بغبغان بريش ملون. اذا كنت فاكر نفسك بتعرف ترقص في ناس بيعرفوا يرقص احسن منك. فوق لنفسك. حاول تكبر وتسترجل شويه يا بيبي. مشاهدي برنامج نهاية المساء بداية الصباح. أنا هبة يونس مقدمة البرنامج. اللي انتوا شايفينه ده حقيقة مش ادعاء. أنا واكلة علقة موت. كان عندي ضيفة المفروض تحكي لنا حكاية جديدة من حكايتنا بس اعتذرت لها لأن أنا ضفت البرنامج. أنا الضيفة المقهورة المضروبة
عمري ما كنت اتصور ان انا اللي بحكي حكايات الناس اتحول لحكايه، بس الظاهر ان محدش احسن من حد. المخرج مصمم ان احنا نروح فاصل، ولذلك فاصل ونواصل. هبه انت كويسه قوي؟